مساء الخير على حضراتكم أجمعين. بنواصل الجلسة الثانية لأمسية الليلة كهنة وموظفه معابد بتاح في عصر الدولة القديمة، مع الباحثة سارة لطيف. عرضت في القسم الأول مقدمة عامة عن المعبود بتاح وعن المنهج المتبع، تصنيف الألقاب اللي عملت عليها إلى مجموعات رئيسة. المجموعة الأولى هي مجموعة الكهنة أو الألقاب والمناصب الكهنوتية ذات الطبيعة الطقسية، ثم عرجت في المجموعة الثانية على الألقاب الوظيفية أو ذات الصبغة الخدمية، سواء كانت الدرجات من الدرجات العليا أو الدنيا، إشراف أو غير ذلك من أمور. وتواصل عرض هذه المجموعة في هذه الجلسة، ثم تتابع للألقاب التي يصعب تصنيفها، هل هي من باب الطقسي أم من باب الوظيفي، سواء كان إشراف أو غير إشراف، وتتابع بقية ورقتها البحثية. هل الشاشة عند حضراتكم أصبحت دلوقتي متاحة؟ لا يا دكتور، مش متاح طيب، يبقى لسه في ديلي في النت. كده. المفروض انها تمام دلوقتي، كده تمام، بس مبكسله شويه معلش، مشكلة يا دكتور. النت. باسم ظهرت بس مبكسله شويه. طيب هحاول الغيها وارجع اعمل تاني. اوضح كده يا دكتور باسم، كده اوضح. اوكي، بنرجع نواصل من حيث توقفنا عند ألقاب يصعب تصنيفها. اتفضل يا حسن. اتفضل يا استاذ ساره. تمام يا دكتور، شكرا لحضرتك يا دكتور. دلوقتي احنا مع التصنيف الثالث او الكاتيجوري الثالث من ضمن الالقاب، وهي القاب يصعب تصنيفها، بس ما كناش يعني عارفين نصنفها اذا كانت كهنوتي او وظيفي. ومنها الاقدم او الاكبر لمعبد بتاح، يو انحو بتح، فاحنا مش عارفين اذا كان الاقدم او الاكبر ده كهنوتي ولا وظيفي، فده من ضمن الالقاب اللي يصعب تصنيفها. وايضا قرئ هذا اللقب باعتباره سمسو ان بير بتح، وهذه القراءه يعني يشتبه فيها انها قراءه مش صحيحه او قراءه خاطئه بس. وايضا انا برجس بخر فيشر باعتباره سمسو ان حوت بتح، وهذا اللقب يعتبر إداري، تشريفي، إشرافي، وظيفي، يرتبط بمعابد بتاح ولكن له دور كهنوتي طقسي أيضا. حملوا بشكل مؤقت واحد من كبار الكهنة وهو بتاح شبسس الأول منتصف عصر الأسرة الخامسة في عهد الملك نيويس الرع، ويوجد بعض الآثار ليه مصطبته في سقارة سي 1 بتركيب ماريت. تمام، ومن ضمن آثارها في المتحف البريطاني رقم 682 بس. والجدير بالذكر ان هناك بنفس الاسم واللقب في المصطبه اتش 14، ولكن لا يمكن الفصل سواء كان هو نفس الاول او سميه او حامل ذات اللقب ايضا. برضه من ضمن الالقاب اللي يصعب تصنيفها سمسو ايست ان بتح، الأكبر بمقصورة إيست لبتاح. تمام، لم يذكر جونز أسماء ممن حملوا هذا اللقب، وهذا اللقب أيضا يصعب تصنيفه إذا كان كهنوتي أو وظيفي. تمام، هننتقل بعد كده لشريحة تانية وهي ألقاب كهنوتية تحمل أسماء مستعارة لبتاح، يعني مش بتحمل اسم بتاح صراحة أو بشكل صريح. منها حم ندر إيمي خينت وير، أي الكاهن لإيمي خينت وير، وهو اسم مستعار أو كينيا للمعبود بتاح. عفوا يا دكتور، الجزء الثاني من السلايد مش واضح. النت مباكسل تمام، ولا في ومن ايه؟ ضمن طيب الألقاب برضه، عفوا، في مربع اسود كده مداري على الكلام، اللقب اللي تحت. يا طيب، هو
مقري، خنتي، ياوت، اف. تمام. حمنتر خنتي ياوت اف، وهو الكاهن او خادم المعبود خنتي ياوت اف، وهو كينيا او اسم مستعار للمعبود بتاعه. تمام. تمام. ومن ضمن الألقاب برضو اللي تحمل أسماء مستعارة لبتاح، حمن نسر غري باك إف، وهو الكاهن أو خادم المعبود أسفل شجرة زيتونته. وقلنا إن هذا اللقب ذكر في منف في في تبع بتاح وجحوتي. تمام. وأيضا من ضمن الأرقام حمن نسر جيت شيبسس، اي خادم المعبود جد شيبسس، ودي كينيا من او اسم مستعار او كينيا للاله بتاعه، وهي معناها الخالد المبجل. في بعد كده القاب تانية ارتبطت بالكبير كهنة بتاح منف، منها ني حبرع اي المنتمي لعيد رع او المنتمي ليوم العيد، لقب لكبير كهنه منف. تمام. وايضا يوجد لقب اخر حم نسر خنتي مدفت، اي كاهن خنتي مدفت، وهو احد القاب كبير كهنه بتاح في منف. وايضا يوجد لقب ثالث وهو حم نسر خنتي سنتت، لكن لم يورد جونز ترجمه لهذا اللقب، وهو قياسا لما سلف يمكن ترجمته، وهو كاهن خادم المعبود خنتي نسرت، وهو لقب آخر من ألقاب كبير كهنة بتاح في منف. ارتبطت بكبير كهنة بتاح منف، وهو لقب خرب حوت حسنت تنح، عفوا معلش يا دكتور الصورة مش واضحة، بعتذر. هل كده وضحت؟ هل كده بقت واضحة الصورة؟ لأنه في جات لي شكوى من الجروب إن الصورة هي مش واضحة، واضحة. هي واضحة بس مبكلة شوية. تمام. طب أوكي، اللقب خرب حوت تمام. تحنت. خرب حوت سحنت. تمام. وهو متعهد. ترجمته يعني متعهد ورشة الإشاني، وهو أحد ألقاب كبير كهنة بتاح في منف، ده أحد الألقاب. بس في هناك بقى ارتباط كهنة أو كبار كهنة بتاح بمعبودات أخرى، يعني زي سكر، حتحور، ماعت، رعحور أختي، بأحد معابد الشمس، بأبي السير، شمالي سقارة. صوت يا أستاذ بس سارة. يا دكتور هو الصورة مبكتلة، عفوا يا دكتور الصورة مش واضحة يعني مبكسلة بس، وفي طيب كده، مربع تحت كده مداري اللقب، طب مداري هحاول اللقب أعيد، الثالث يعني. هحاول أعيد تاني التحميل. بنعتذر لو عندي مشكلة في النت، بقالي كام شهر بعاني مع الشركة في تغيير، كل ما أغير راوتر ألاقي فيه مشكلة، فيعني بعتذر لحضراتكم أجمعين، التقصير من عندي مش من الباحثة. أنا منتظر دلوقتي إن الصورة تظهر.
لسه الصورة ما ظهرتش عند حضراتكم؟ لا يا دكتور لسه ما ظهرتش. تمام. اتفضلي. احنا خلصنا الارتباطات الكهنوت الخاص بمفتاح سواء كبار كهنة او صغار كهنة بالمعبدات الاخرى سكر حتحور ماعت راح ورختي، وابتدينا في الامثله. اتفضلي. تمام. هو الارتباط مع معبود سكر، هو سكر وبتاح يعتبروا معبودين وجهين لعملة واحدة، يعني زي منها الألقاب حمد نسر سكر أي خادم معبود سكر. هو هنا في اللقب ما تذكرش اسم بتاح، ولكن من ضمن التصنيف وعرفنا من حملة اللقب إن هو ده لقب لخادم المعبود بتاح. وأيضا من ضمن الأرقاب حمد نسر سكر إمبروي الكاهن خادم المعبود سكر في البيتين أي البيت المزدوج، وأيضا لقب حمنتر سكر إمسوت إفنبوت الكاهن خادم المعبود سكر في كل أماكنه ومقاصيره. رغم إن هنا ما فيش اسم بتاح، لكن هذه ألقاب أحد معابد بتاح بس مقترن باسم سكر. تمام. أيضا الارتباط مع المعبودة حتحور، ومنها ألقاب حمنتر حوت حر إمسوت إبتن أي الكاهن خادم المعبود حتحور في أماكنها ومقاصرها، وحمل اللقب ده كبير كهنة منف فتح شبتس وهو أحد كبار كهنة فتح في منف. وأيضا حمنتر حوت حر إمسوت نبوت الكاهن أو الكاهنة المعبود للمعبودة حتحور في كل أماكن عبادتها، يعني في كهنة وكاهنات يعني كاهن وكاهنة تمام للمعبود ده حوت حر. وعرفنا ان هو ده احد القاب بتاح انه من اللي حمله كبير كهنة منف سابو ابيبي في عصر الاسرة السادسة. تمام. وايضا برضو ارتباط مع المعبودة ماعت واحد الالقاب حم نسر ماعت امسوت ابتون أي خادم المعبودة ماعت في أماكن عبادتها، وحمله كبير كهنة منف بتاع شبسس عصر الأسرة خمسة وكبير كهنة منف سابو إليبي في عصر الأسرة السادسة. تمام. ارتباط مع المعبود راحور أختي. تمام. واحد الألقاب حم نسر رع أختي إم ست إبرع أي الكاهن خادم المعبود راحور أختي، ومعنى راحور أختي أي راحور الإفقين في معبد الشمس ست إبرع بأبي سير في شمال سقارة. وحمل هذا اللقب كبير كانت منف بتاع شبسس في عصر الأسرة الخامسة وكبير كانت منف سابو في عصر الأسرة السادسة، وأيضا كبير كانت منف سابو إبيلي في عصر الأسرة السادسة. إذا قدمت الباحثة شكرا جزيلا عادل لطيف موضوعها كهنة وموظفو معابد بتاح في عصر الدولة القديمة. بنشكرها على هذا العرض وهو يعتبر أول بحث ليها وهي لسه تقدم إلى الدراسات العليا حيث السنة التمهيدية للتمهيد ماجستير، فبنشكرها على المجهود دون وإنها عرجت بينا على الألقاب الكهنوتية المؤكدة ذات الطبيعة الطقسية، الألقاب الوظيفية والخدمية الأخرى مهما تنوعت درجاتها من إشراف أو من درجات دنيا، وأيضا لقبين من الذي يصعب تصنيفهم هل ينتموا للوظيفي أم ينتموا للوظيفي الإشرافي أم ينتموا للكهنوتي. وشفنا أيضا أنها حاولت تجمع بعض النتائج من دراستها وهي كالتالي: أربع ألقاب هي قصر على الكبار كهنة بتاح، أربع أسماء أخرى وبديلة تعبر عن المعبود بتاح وإن لم يرد اسمه صراحة في اللقب، أربع معبودات
تم اقتران كهنوت بتاح، سواء الكهنوت الأعلى أو الأدنى بيها خلال عصر الدولة القديمة، وأكدت لينا من خلال بعض الألقاب والسير الذاتية أنه سكر في تلك الفترة كان وجه آخر للمعبود بتاح ولا يمكن الفصل عنه. وخاصة أن أنا ممكن أضيف هنا قبل تعقيب الحضور الكريم أنه لقب كبير الكهنة المعروف بالنسبة لنا هو سم ور خرب حموت. الكاهن سم هو لصيق الصلة بسكر وبإنيبو من ما قبل الأسرات من جبان التورة وموقع تورة. ثم ور خرب حموت عظيم رؤساء الحرفيين، وزي ما هوضح في لقاء قادم في المؤتمر انه ده منصب مدني حرفي بحت اصبح قصرا على كبير الكهنه، كبير كهنه منف، كبير كهنه بتاح. ثم ارتبط اللقبين سويا منذ اول كبير كهنه مسجل لنا في القوائم، فاصبح سم ور خرب حموت. اذن كبير كهنه بتاح هو مشرف بشكل اساسي على سكر، وسكر محتوى داخل بتاح، حتى لو فيما بعد في العصور اللاحقه اصبح هناك نوع من التمايز او التباين. بس حتى رغم التمايز والتباين بنلاحظ هذا الاندماج الخاص ببتاح سكر وزير او بتاح سكر تاتينن او سكر تاتينن. اذا حتى تاتينن اللي هو صوره اخرى لبتاح بيندمج مع سكر. اذا احنا عندنا ارتباطات تؤكد ما ذهبت اليه الباحثه في ورقتها البحثية، وبشكرها على هذا العرض الطيب. ويا ريت، أنا مش عايز أقول أي معلومة من اللي موجودة على الشات، فبعد إذنك يا أستاذ علياء افتح المايك وقولي بنفسك التعليق الخاص بحضرتك. أنا سايب المايكات مفتوحة، اتفضلي. يبدو ان استاذه علياء في مشكله في المايك، ارجوك افتح المايك يا استاذه علياء. مساء الخير دكتور باسم، مساء الخير للحضور الكرام، اساتذتنا والزملاء الاعزاء. خالص الشكر حقيقي لحضرتك استاذ عبير على التنظيم الرائع ده للمؤتمر، وطبعا الشكر كبير للباحثه، ويعني يا رب ان شاء الله دايما بالتوفيق في كل خطوه في طريقها، وهي لسه في أول الطريق إن شاء الله دايما موفقة بإذن الله. إذا كانت دي البداية فبتنبأ، يعني البداية بتاعت النهاردة دي بتورينا إن شاء الله بحسة شديدة قادمة، يعني إن شاء الله بإذن الله بالتوفيق ليكي، ومنتظرين بقى الرسالة نفسها إن شاء الله الماجستير والدكتوراه، يعني دكتورة المستقبل. خلاص الشكر ليكم. يعني شكرا ليكي يا دكتورة المستقبل قريبا أستاذة علياء. شكرا ليكي. شكرا. أوكي. حابب ان انا ارحب قبل ما ندي المايكات لجميع الحضور بالدكتوره هدير عبيد، الدكتوره رندا بليغ، الدكتوره فايزه صقر، الدكتوره ساميه المرغني، وتحياتي لجميع الحضور الكريم، استاذ علياء، استاذ نمين، استاذ ساره الباحثه نفسها، استاذه سمر، استاذه ياسمين، استاذه دنيا، استاذ مينا، استاذه ايه، استاذ عبير، استاذ حمزه، استاذه نور، وأستاذ مصطفى، أستاذ زينب، أستاذ هيثم، أستاذ أمل، أستاذ محمود، وأستاذ إسراء. حاليا متروك لحضراتكم فرصة أو إمكانية التساؤل أو التعليق لإضافة معلومة للباحثة أو توجيه لفت نظر ليها إلى أمر معين قد يكون هي أغفلته، أو منهج معين أو وسيلة أخرى مساعدة، لأن الهدف الأساسي للمؤتمر تشجيع الجميع أن هو يبدي رأيه في حوار ودي كلنا نتعلم منه. اتفضل يا أستاذ مينا. مساء الخير يا دكتور، مساء الخير أستاذ سارة، وميرسي على الطرح الممتاز اللي حضرتك عرضتيه علينا ده، هو خصوصا في الألقاب الطقسية. أنا تعليقي أو استفساري، في شفنا في اتنين من الكهنة استحوذوا على أعداد كبيرة من الألقاب. طبعا الألقاب العادية يعني هنقول مثلا لقب بيشترى ويباع، لكن احنا بنتكلم هنا في لقب طقسي. هل في دراستك لقيتي ان الكهنة دول وخصوصا الاتنين اللي حضرتك ذكرتيهم، هل مارسوا هذه الأعمال التي كانوا يحملوا ألقابها ولا لا؟ وأشكرك ومرسي لذوقك ومرسي جداً على المحاضرة الحلوة دي.
شكرا لحضرتك، والسؤال الصعب، ولكن أتمنى الباحثة تقدر تكون عندها جانب من الإجابة، ولو مش كده أنا ممكن يعني في الآخر أعلق وأساعد في المسألة دي. اتفضلي يا أستاذ سارة. بداية حابة أشكر حضرتك يا أستاذ مينا، شكرا جزيلا لحضرتك وشكرا لسؤالك، وبشكر أستاذ عبير أولا، يعني شكرا جزيلا لحضرتك وعلى رأيك يعني، وشكرا لتشجيعك. طيب هو السؤال حضرتك سألت أستاذ علياء، قصدي حضرتك أستاذ علياء أحمد. عفوا أستاذ علياء، بعتذر، شكرا جزيلا لحضرتك. أستاذ مينا حضرتك سألت إن في بعض الأشخاص أو هم شخصين هم اللي استحوذوا على هذه الألقاب، صح كده؟ زي ما أنا استوعبت السؤال كده؟ تمام 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 بالظبط. تمام، هو ده من خلال دراستي يعني، إن أنا وجدت إن هم دول كبار الكهنة اللي هم كانوا مسؤولين عن معظم الألقاب دي. وممكن كمان دكتور باسم لو حابب إن هو يضيف لي برضه، هو أستاذي ومعلمي، فلو حابب إن هو يضيف لي أو ليه تعليق. طيب، زي ما أستاذة سارة تفضلت، كبار الكهنة يعني هم اللي بيشرفوا على المجموعتين، المجموعة الطقسية والمجموعة الوظيفية الخدمية في معابد بتاع، وبالتالي إشرافهم هو إشراف فعلي وإدارة فعلية لجميع المناصب، حتى لو مش هم مش بيقوموا بنفسهم ببعض الأعمال، ولكن بيشرفوا على القائمين بهذه الأعمال، زي ما في أي إدارة حكومية أو أي ديوان أو حتى شركة خاصة بيبقى في موظف بيقدم الحسابات، رئيس قلم الحسابات اللي بيراجع عليه هو اللي في الاخر اما بيقدم العمل لصاحب العمل بينسب لاخر حد بيقدم، ما اقصدش ينسب ان هو يعني بنهمل الاعمال الاخرين، ولكن في الاخر المسؤوليه بتقع على عاتق اخر حد باعتباره هو المراجع وهو الاكبر في هذا المدبار. صغير لو اخطا المفروض ان الكبير هو اللي بيقومه، ومن هنا كبار الكهنة تحديدا أشرفوا على جميع تفاصيل العمل ودولاب العمل، تفاصيله الصغيرة والكبيرة سواء الطقسية أو غير الطقسية. ومن هنا أكتر اتنين تم يعني ذكرهم، وأنا حابب إن أنا أقول إن عدد كبار كهنة في الدولة القديمة 19 كبير كهنة، بس ليه تحديدا عندنا اتنين أو تلاتة بيتكرروا، بتاع شيبسس الأول وسابو بيبي وسابو سيتي، لأنه التلاتة دول هم الاكثر حفظا وبقاء، وبالتالي مسرد حياتهم سيرتهم الذاتيه اكثر توفرا وغزاره. الباقي بنجد بقايا اجزاء من قطع اثريه، ومش ومقابرهم ممكن تكون مفقوده او مهدمه او لم نعثر عليها، وبالتالي من هنا بيبقى ما بنقدرش نكمل الصوره. ولكن لما يكون عندنا حد في نهايه الاسره الرابعه بدايه الاسره الخامسه وحد في الأسرة الستة، يبقى احنا عندنا امتداد زمني على الأقل أسرة ونص من الثلاث أسرات الرئيسة اللي احنا بنتكلم عنها مسيطرين على كل الكهنوت. في حاجة ممكن نشير إليها وقد أشير إليها لاحقا في جلسة يوم 20، إنه الفترة دي من 4 ل 6 كان الكهنوت مزدوج في كهنوت بتاع، يعني عندنا 2 لرؤساء الكهنة من كتر ما دولاب العمل كبير، كان في 2 بيشرفوا عليه، والاثنين أساميهم موجودة والتوازي موجود، إلى أن جاء الملك تيتي ووضع مرسوم، ومن عهد سابو إبيبي نقلة إلى سابو ثيتي اتقسم الكهنوت وأصبح لشخص واحد هو اللي بيحمله، وتم دمج المنصبين في منصب واحد، وده بيأكد على أن هم كانوا بيقوموا بعملهم مناصفة لكثرة المهام الواقعة عليهم. أتمنى تكون الإجابة دي يعني مرضية لحضرتك يا أستاذ مينا، وانا عارف انها كانت تتطلب مجهود جامد من الباحثه، وهو مش موضوعها لان هي اصلا موضوعها الكهنه والهيكل التنظيمي الموظفين وصغار الكهنه وليس كبار الكهنه ذواتهم. دكتور باسم اشكرك على الاجابه، وساره اشكرك على الاجابه. يعني انا عارف فعلا ان المجال البحث خصوصا في الالقاب الكهنوتيه والاعمال الكهنوتيه من اصعب المجالات، ففعلا يعني انا مقدر تعبك، وشكرا يا دكتور باسم للإجابة المستفيضة، ميرسي جدا لذوقك. عفوا، شكرا لحضرتك يا أستاذ مين. في انتظار أي تعليق أو مداخلة من أساتذتنا الكرام، دكتورة رندا، دكتورة فايزة، دكتورة سامية الموجودين معانا حاليا، لأن كان معانا دكتورة زينب حشيش ويبدو ان ظروفها ما كانتش متاحه او مشاكل النت زي ما بيحصل عندي ومسبب لنا النهارده ازمه جامده، فلو امكن
لو في اي تعليق او اي حاجه. اتفضلي دكتوره فايزه. مساء الخير يا جماعه، ازيكم عاملين ايه؟ الله يخليك ساره، بحييكي والله على مجهودك الجميل ده، وانتي ما زلتي في البدايه، وان شاء الله جو اهد يعني هتبقي باحثه شاطره ان شاء الله. وانتي قلتي حاجات بقى عجبتني، يعني بغض النظر عن كم الالقاب الكتيره اللي انتي قلتيها، انما في حاجات لفتت انتباهي هحتفظ بواحده مش هقولها. لكن عجبني مثلا انك قلتي ان في سيده حملت لقب، رغم يعني غالبيه الطبع الذكوري للكهنه، لكن في سيده. احنا ممكن نسلط الضوء على الست دي بقى، ونعمل شغل كده لدور المراه في الكهنه بالذات، يعني ان احنا لو مشينا بقى بعد كده في العصور اللي بعد الدوله القديمه، هنلاقي المراه بقى لها دور متميز في الكهنه. يعني برضو انتي لفتي نظري بحاجه جميله قوي، برضو عايزاكي توضحها لي، او ان شاء الله بعد كده تشتغلي عليها. لما قلتي لي ان جحوتي وبتاح اشتركوا في لقب، يعني البدايه انا مش فاكراها، انما في الاخر تحت زيتوناتو او اسفل زيتوناتو. زيتوناتو دي جميله، لفتت انتباهي. يا ريت توضحي لنا زيتوناتو ايه الغرض منها؟ هل هي شجره زيتون فعلا ام ليها غرض طقسي معين؟ يعني دي لفتت نظري. بتمنى لك التوفيق ساره، الموضوع جميل قوي قوي. لو انا كقارئه عرفت الجوب ديسكريبشن بتاع كل لقب، يعني كل واحد كان شغلته ايه بالظبط، يعني ايه مهامه، ايه مهامه الوظيفيه ايه بالظبط، يعني طبعا ده اكيد انت هتشتغلي عليه في الشغل اللي بعد كده. بس وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا. خالص الشكر والتقدير لحضرتك يا دكتوره فايزه على كلام حضرتك الجميل وعلى تشجيعك. دي حاجه من ضمن الحاجات اللي انا لقيتها اثناء ما انا بشتغل في البحث، يعني تمام، وان انا ببحث في مراجع وفي رساله دكتور باسم في القاموس، لقيت ان في ارتباط بين المعبود جحوتي والمعبود بتاح، ان هو كان مقر العباده، كان في مكانها شجره زيتون، فعشان كده ارتبط بيه اللقب ده. وممكن دكتور باسم لو حابب ان هو يضيف لي او يعدل لي، يعني ممكن يتفضل. طيب اوكي، بالمناسبه في برضو تساؤل من الاستاذه نرمين، هو ايه اللقب ده؟ جري باق اف، اي الكائن اسفل شجره زيتونتو. هي دي شجره من الاشجار المقدسه في مصر القديمه، ارتبطت فقط في منف بالمعبودين بتاح وجحوتي. بدات مع بتاح في الدوله القديمه، وظهرت لاحقا في عصر الدوله الحديثه مع جحوتي وفي العصور اللاحقه. بيمدنا بالمعلومات عن هذه الشجرة المقدسة وعن وجودها مقصورة بتاح سكر اللي موجودة في معبد أبيدوس، معبد سيتي الأول في أبيدوس، المقصورة الخاصة بهناك بقوائم المعبودات. فالشجرة من ضمن الأشجار المقدسة اللي حتى الآن لم يقم أحد من الباحثين بدراستها دراسة مستفيضة. كتير الناس اتكلمت عن شجرة الجميز، ولكن او شجره ايشد، ولكن حتى الان شجره باق او شجره الزيتون في مصر تحتاج الى دراسه وفحص. لا مش شجره الحياه، شجره الزيتون باق تحتاج الى دراسه وفحص لجمع كل الماده النصيه المعنيه بها والمعبودات. يعني انا على حد علمي فقط انها مرتبطه بالمعبودين دول، ربما يكون في معبودات اخرى وانا اجهلها. فده المعلومه المتاحه عندي حتى الان. حابب ان انا احيي استاذتنا استاذه الدكتوره فايزه صقر على ملاحظاتها القويه جدا، واللي يعني تاتي من عالمه في المجال ومتخصصه كمان في الدراسات المعنيه بالمراه، وزي ما وصت اهتمي بالكاهنات اللي ظهرت في الموضوع، خاصه لو انا متذكر ان الكاهنه دي ما وردتش في دراسه مها محمود اللي عملتها عن الكاهنات في عصر الدولة القديمة، أو ربما أنا ما كنتش متذكر. يعني كان في حد رافع إيده وبعد كده نزلها.
طيب اوكي، في اي تعليق من حضراتكم؟ يا دكتورة فايزة. ايوه إيه، لا انا خلاص. طيب اصل عشان المايك مفتوح افتكرت حضرتك عايزه تعلقي تاني. اوكي لا لا شكرا. عفوا يا حضرتك. ممكن كتابة الاسم، كتابة اللقب يعني غري باك اف، غري باك اف، غري يعني تحت، باك زيتونة، واف ضمير الشخص الثالث للمذكر المفرد. اللي هيشتغل على الزيتون ايه يقول فايزة صقر ايه اللي لفتت نظر. يا ريت يا ريت طبعا، دي حاجة نقطة منهجية أساسية، لازم نقدر كل من يعني أحلنا إلى شيء أو مدنا بشيء أو لفت نظرنا بشيء. تمام، ربنا يوفقكم كلكم يا رب. ميرسي خالص تمام يا دكتور، شكرا لحضرتك، ألف شكر. عفوا عفوا حبيبي. أوكي، يبدو إنه النهارده الأسئلة كانت محدودة للباحثة، جايز تقديرا إنها لسه هتدرس تمهيدي ماجستير. فأنا كل التقدير مني لشخصها، ولو محدش عنده أي تساؤل اسمحوا لي ان انا انهي الجلسه الثانيه للورقه التحصيل، خاصه فاضل 4 دقائق. جزيل الشكر للباحثه الواعده المستقبليه ان شاء الله ساره لطيف، كل التوفيق على العرض الطيب. انا عارف ان انت كنت خايفه جدا في بدايتك، وده اول يعني بدايه ليكي عمليا، ورغم ان انت مرشده ما جربتيش معترك الحياه على المستوى الاكاديمي والقاء ورقه بحثيه، خاصه في ضوء وجود اساتذه كبار زي دكتوره فايزه صقر، زي دكتوره رنده بليغ، زي دكتوره زينب حشيش، زي دكتوره ساميه المرغني، زي غيرهم من اللي كانوا معانا من الاساتذه المتخصصين او حاملي درجه الماجستير وبيحضروا درجه الدكتوراه. فيعني هنيئا ليكي، وان شاء الله موفقه في المستقبل القريب، وشكري للجميع على حضورهم وعلى اسئلتهم، وليلة سعيدة، ونلتقي غدا. ولكن غدا لدينا يوم هام جدا مع معالي الأستاذ الدكتور عائشة محمود عبد العال، فيوم كلنا بننتظره، أستاذة قديرة وباحثة متميزة لها باع طويل مع المجالين، مجال التاريخ ومجال الأثر، ومشرفة على العديد والعديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، ومناقشة لرسائل أكثر خارج جامعتها اللي هي كلية البنات. فإن شاء الله نستمتع جدا مع بعض بالورقة البحثية عن خنوم، كهنة وموظفو معابد خنوم في الدولة القديمة. ليلة سعيدة، وغدا لقاء جديد يتجدد من أيام مؤتمر الكهنة والكهنوت في مصر حتى نهاية العصر البيزنطي. أصبحوا على خير. خالص الشكر يا دكتور، خالص الشكر والتقدير. مع السلامة، أصبحوا على خير.